صار ابناء قبيلتي، انا ثقافتي اوقف مع طائفتي، انا ثقافتي احط الوطن قدام عيوني. في ثقافات، لكن كل واحد هذا بالنسبه له وعي، فاحنا ما نقدر نتهم. شو رسالتك؟ شو رسالتك لهم؟ الرساله اليوم حق الشباب احنا نوصلها، خل عنك القبليه وخل عنك الطائفيه وركز على مصلحه الديره. بالنهايه انت اذا حسنت وضع الديره، وضعك المادي يتحسن، وضعك الاجتماعي يتحسن، وظيفتك تحصلها، ما في واحد يسبقك بالوظيفه، ما في واسطه اقوى منك سويت لك كذي، ما في واحد لانه ولد الطائفه الفلانيه خذ المنصب الفلاني وانت صح. من حقك وما خذيته، ففي عده امور ممكن تعدل في حال ان فعلا توجهنا لمنظور وطني. خلينا نشوف يا اخي، نفرز اعضاء مجلس الامه السابقين والحاليين موجودين، نشوف منو فعلا فيهم هدف حق كلمه البلد، منو كان هدفه تنميه، منو كان هدفه فعلا اصلاح دفاع المال العام، تطوير خطط تنميه. هذه كلها امور احنا اليوم لازم نراقبها. احنا كشعب اليوم دورنا نراقب الاداء البرلماني، اذا الاداء البرلماني يراقب الحكومي، احنا اليوم كشعب احنا اللي نراقب البرلماني. الحين في نواب نازلين، يا اخي ما فيها مشكله، اذا رحت حق النائب قلت له تعال انت عندك موقف فلاني كيت ولا فلاني كيت ولا فلاني كيت، على شنو تبين اصوت لك؟ بكل جرأة ما في اي شيء. الا هو ما راح يقص راسك الا بحاله واحده. صح، الا بحاله واحده، الا بحاله واحده سوالك كذي. وانت طبعا اكيد اذا كنت من الراعيين اللي قال لك النفوس الضعيفه واللي يشوف النوت قدامه الله اخر راح ياخذه ويحطه بمخباته ويقول والله فشله يسوي لي تسيب النوت. ايش شعريني؟ ايش عبالك انت؟ انا بصراحه ما ادري هذه الناس شلون تفكر. زين بصراحه يعني واحد من الشباب كان يسولف لي من كم يوم يقول لي روح صوت يا اخي وخذ فلوس. قلت له بصراحه انا ما راح اصوت ولا اخذ فلوس. قال لي ليش؟ ما المجلس بالنهايه فيه كله يعني بدونك ماشي سواء اللي صوت لو اخذت فلوسه زين ولا شيء. اذا انت ما صوت ورفيجك ما صوت وبلغت رفيجك ما صوت وخواتك ما صوتوا وخواتك بلغوا بنات خالتك ورفيجاتهم، هذا ترى احنا هذا شيء راح يصير. هو المغزى ان اخذ بيزاتك وحطها صوت. لا تاخذ بيزات. لا تاخذ شنو فائده الفلوس؟ ما الفلوس هذه الرشوه اللي بدت اساس المجلس. شنو سويت بالمجلس اخوي جابر؟ خل الفلوس يا اخي، انا مو بحاجه للفلوس. منو فينا اليوم مستعد انه يدخل فلوس حرام بجيبه؟ بالضبط، تصنيفها ديني حرام مو كافي الامراض اللي فينا. لا شوف اخوي جابر، اغلبهم مستعدين يدخلون فلوس حرام عادي، غسيل الاموال وغسيل الاموال صايره عندنا لعبه بالكويت. صح، بس يعني يوزعون على بعض. عدل، انزين، بس انه انا لا اخذ فلوس لان الفلوس وسخ دنيا، الفلوس تروح وترد، لا تقولي الفلوس اذا راحت ما ترد، بالعكس الفلوس تروح وترد، لا تقولي شهر ما عندي. لا يسمعك عبد الناصر درويش على هالكلمه. الشهر الجاي وايد جاي يطالعني، فاضي لي عبد الناصر. ومستقبل عيالك اللي راح ما يرد. اي بس اذا انا باكر عيالي جبت عيالي تزوجت ابي يدشون مدارس، ابي انا لما الحين ادز جامعه احس تامين مستقبل. اي يعني انت بالجامعه ما ودك جامعتك تصير نفس الجامعات اللي برا؟ اكيد عشان ما قاعد ست سنين يعني انت المفروض من متى تتخرج؟ من سنتين. يعني الله يلا سبب تاخيرك السنتين هذه؟ الله سنتين لما اي بسجل ماده اشوفها للاناث فقط اعيش بجامعه عنصريه يا ركه، هذه مصيبه، هذه مشكله. لما اي انا اشوف دكتور يحط جريدات على اساس قبلي ولا اساس طائفي، اذا هذه مشكله اكبر. دشه القبليه حتى بالجامعه رسمي. يلا بعد لا تقولون احنا قاعد في احد النواب بدون ذكر الاسامي من التيار الديني. أوكي. نوضح اكثر. كان قبل الله يفكر ينزل انتخابات كل الطلبه عندهم اي، كل الطلبه يعطيهم اي، وهذا الشيء خلى الطلبه يحبونه بغض النظر عن الدكاتره الثانيين اللي بالعكس لا انت وحقك اللي تستاهله انا اعطيك اياه. فالجامعه لا احد يشوفها على اساس انها جنه ولا مكان منبع الملائكه، ترى مكان مرتع للفساد. فعندنا مشاكل كبيره قاعد تروح متهالكه الجامعه نفسها وموادها وطريقتها وفوق هذا كله في فساد. لا تدريس، لا اعضاء تدريس، لا مناهج، لا مقررات، عنصريه، قاعات. وانا هاي القناه بس انت اشوف السيارات فوق الشير بعدين وانت بتصطم بعد نواف الحين بالوقت الحالي صاروا قرده يعني عسكر بالوقت الحالي الحين نواف شنو الجامعه صارت؟ الجامعه البنت ولا الصبي لما رايح الجامعه يكتب بالبي بي ام جامعه جست تايم. والله جامعه جست تايم لانه هو يدري انه هو رايح يقز. هذه راح يتمشى ويتشاحطون وهذا، والبنات فول ميك اب تقول كأنها رايحه ارسم ورايحه تدرس. حالات شاذه، هذه حالات شاذه والله. إيه؟ تبي الصدق انا يعني ما بحط بذمتي بس 70% كذي. لا ما نقدر نحكم. انا اقول لك 70. انا عادي اشوف والله حطوا مكياج صح والشباب لبسوا شورتات
وسووا قصات سبايكي وكنا ما ادري شو شخصيه ما لنا شغل فيها درسوا هم يبون يدرسون وعليا والله كلهم يبون يدرسون هذول اللي قاعد يحطون في الميك اب وسانكست بروسهم وحجاب وحلويا واكستنشن هني والله العظيم من كثر انه ماكو شيء يسوونه يبون يدرسون مو ماكو شيء بالنهايه عقلتهم عنصر الفاشن ولا الموضه هذا موجود بكل مجتمعات زين ماكو واحد ماكو واحد بدش الجامعه بمكسره فنيله ولا واحده بتدش بدراعه الله تصدق استاذ هذا والله لا سواب الكويت سواب الكويت يدشون عادي لا بي يلبسون بس يبون مناهجنا المشكله مو ان اللي بيروح الجامعه الصراحه حتى ما نذكره يعني انه بيروح بيروح خلاص ذكرت انت بعد فئه شاذه هذه بنايه فئه قليله احنا قبل شوي ذكرت احنا 33 الف طالب داخل جامعه الكويت 70% نسبه كبيره منهم خيال اذا انت ذكرتها انا قاعد اقول لك 70 ليش 70 لان انت اللي تشوف البحر وتشوف سيايينهم وتشوف وكل ما تي هذا وها ولا واللي يضحكك البنيه اللي سوت حادث بالبحر ومصعدت لها خمسه سته والله والحين ابوي لا يدري انه انا ايش اسوي لا 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 يعني احنا طلعنا ترى من احنا شوف احنا بقل احنا داخل الموضوع بس انا بوصل لك يا شيء ان انت مو متوفر عندك انت كلاسات نفس ما قاعد يقول لك يضطر ان الطالب هو يقول لك انا اروح شو اسوي وقلت لك من قبلها ان في مالوت التمريض اللي هم اللي بالصحه ما عندهم مكتب يقعدون فيه ايش قاعد يسوون؟ هم نفس الحاله يلا شرحهم بعض يدقون لا يدقون سيارتهم سلف وهم يطلعون برا يقول لك روح نقعد بقهوه ولا هذا ننطر لان في نهايه الدوام اي ابصم وادخل يعني ما عندك انت اساسا انت موظف حكومي ما قاعد داوم لان ما عندك مكتب ما عندك شيء تسويه هذه شغله اثنين اذا انت كنت موظف حكومي ما قاعد جابل انت اصدمك بشغله الحين طبعا هو ذكر نسبه الطلاب اللي موجودين عندهم شفت الطلاب اللي راح يتخرجون طبعا بعد التاخير وبعد الطق وبعد ما يشيب ويون عياله لما يتخرجون انت تدري الحين نسبه الناس العاطلين عن العمل فوق 10000 كويتي صح انا عندي النسبه بس وايد خياليه ماني قايلها بس اتوقع فوق 10000 يا رجل 75000 اطلع واحد شنو اللي 75 يعني منو نتوظف من الكويت لما اطلع خريج تاريخ بكالوريوس تاريخ راح كرب ثلاث اماكن عمل وهالثلاث اماكن عمل كلهم فوله وين يشتغل؟ وين يشتغل؟ يضطر انه يشتغل بمكان غيره. لان احنا ما عندنا رؤيه مستقبليه للقضايا، ما عندنا رؤيه مستقبليه للتخصصات، ياخذ تخصص خلص سكره، شوف لك تخصص ثاني. بالضبط. بالنهايه الحين وصل عندنا مرحله النانو تكنولوجي بالتعامل بالذره. احنا شنو الحين؟ الذره نفسها قاموا يحللون فيها. تاريخ وفلسفه هذه علوم صح وادب وثقافه. تكون هني انت مهندس بترول؟ يعني بالنفط وشي هذا يشيلونك ما عندك مكان توظف فيه بالنفط ولا هذا شالوك شاحوك حطوك بوزاره الكهرباء لانه ما في رؤيه هذا شكو هذا نربط الموضوع هذا موضوع البطاله وما في واحد يحصل وظيفه بدايه موضوعنا اللي هو بالحراك السياسي الشبابي بالكويت انا اليوم كشباب لما فعلا اقول انه باكر بتخرج وين بروح؟ وين مصلحتي؟ خليني اروح انتخب النائب اللي فعلا عنده رؤيه مستقبليه طويله الامد يخدم فيها البلد فلما اروح حق النائب هذا وانت واصوت له وان شاء الله انفاز هذا النائب باكر هو راح يقدم لي الخطه راح يضمن مستقبلي ومستقبل عيالي ومستقبل كل ابناء الكويت خطه تنميه تنفع الكل خطه التنميه هذه قصتها وايد طويله هذه حلقاتي بالله عشان نطلعها كلها ونحللها مع ان صارت يعني هي لو خذينا بس مدينه الحرير لو سووها بحذافيرها وبالكلام اللي شفناه وبالصور اللي شفناه صدقني راح تحل مصايب وبلاوي بالكويت موجوده كل شيء ممكن يصير يعني احنا ناخذ مثال اسواق القرين انا ما بتعمق بالموضوع بالنهايه في خبراء لكن وجهه نظر شخصيه او يمكن مقاربه الواقع اسواق القرين نفترض ان هذه بدال تصير اسواق غير مرخصه والامور مشاكل عليها انا ماني عالم فيها تصير وحدات سكنيه بيوت مو افضل ممكن اكيد افضل ممكن ليش صارت بس ممكن انها صارت اسواق القرين على حسب هناك اللي بالمنطقه البعيده القرين بس اي بس سولهم بس اسواق قاعد اقول لك شيء يعني مو مرخص شيء يعني عليه مشاكل كثيره وعليه مشاكل وهذا السوق الحره يعني تخيل انت هذه الحكومه نفس ما قلنا توم ساعه نتكلم انا وجابر بالفاصل ان انت لما تيجي تبي تتزوج مستقبليا انت تبي بيت تسكن فيه ما تلاقي لك بيت وانت كويتي عشان تسكن ويا مرتك تضطر ان انت تروح تتأجر وانت معاشك يلا يلا يزيك انت والمدام غير ان انت عندك استقطاع بنك وعندك قرض وعندك مليون الف شغله حمود يعني صدق الله يحفظك على طاري التوظيف ومعاشك ما معاشك ابي انت الحين تخصصك جغرافيا نظم معلومات جغرافيه نظم معلومات جغرافيه من يعني تخصصك تعتبر نادره يعني مو اي واحد يقدر يدش هذا المجال هو مو نادر اوضح لك الفشل التعليمي بهالتخصص بس بعد ما تفضل بسؤالك انا الحين سؤالي
لما تتخرج كتوظيف عندنا حكومه قطاع حكومي قطاع خاص اللي هي بطاله مقنعه وعندنا قطاع خاص صح اشتغل 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 وما تاخذ فلوس حلو انا اقول لك اياها بصراحه صح الحين انا كوني انا نواف الحين موظف قطاع عام قاعد اشوف نفسي انا ابدع اكثر بالقطاع الخاص ثلاث سنوات بالحكومه ما سويت شيء مع احترامي حق ادارتي ما لها شغل بالموضوع بس انا لو بتكلم الحكومه الخاص الابداع بالخاص بس الحكومه قاعد يزيدون رواتبهم اكثر من الخاص الحين انا من كم يوم قريت من 30 الى 50% بيزيدونهم 150 دينار هني ليش وقاعد يشجعون القطاع الخاص قبل ما نتكلم عن زياده عشان نشوف احنا مو مشكلتنا بس في التعليم ولا مشكلتنا بسياسه الدوله خطه تنميه كامله بالضبط هي خطه التنميه هذه ذبحتني اي انا تخصصي الحين نفس ما ذكرت نظم معلومات جغرافيه حلو المفروض باكر اشتغل اذا كان فعلا يعني البكالوريوس فعلا اسمه نظم معلومات جغرافيه اشتغل في شغل مساحات والكمبيوتر وشركات النفط والى اخره لما باكر اروح يقولوا لي انت تشتغل مدرس انت تشتغل في الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه تنصدم انصدم ليش؟ اقول لهم ليش انا ما اتوظف بالنفط ولا اروح حق النفط اقول لهم ليش ما تبون تخصص؟ يقولوا ارجع حق المواد اللي انت ماخذها الميجر شيت اروح اشوف كلها اغلب مواد طبيعي انا مو دارس تخصص تكنولوجي دارس مادتين ثلاث شلون تعطيني بكالوريوس عليها؟ فاذا مشكله الجامعه مو مضبطه الميجر شيت وهقتني انا باكر اللي رحت بتوظف مناهجكم غلط مناهج قاعد تدرس غلط والله العظيم ان عندنا مادتين مطابقين لبعض اذا ليش احنا مرتين ادمجوهم خلاص ادمجوهم لا 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 تدمجهم لانهم مطابقين لبعض نفس الشيء الغي واحده وخلي واحده يعني الكتاب الايباد يصير منه شيء انت واحد يا تخلي نفس الكتابين انت شايلهم واحد ابيض واسود واحد الوان وداش على نفس الحصه ما كله كذي على البنيه ايش تسوي واحد براشيم لا يفكرون واحد براشيم واحد عادي فارجع حق موضوع التوظيف راح تشوف انك انت فعلا واجهت مشكله بالتوظيف زين انا الحين خريج بكالوريوس ولا حتى لو كنت دبلوم شفت نفسي ابدع بالمجال الخاص ودائما احنا عارفين المجال الخاص يخلي الشخص يبدع بالضبط لان بالنهايه المجال القطاع الخاص عفوا يبي المردود المالي المردود المالي ما يمكن عن طريق الانجاز بالضبط بعكس الحكومه للاسف اللي ما تبي لا مردود مالي ولا تبي انجاز ولا تبي تنميه انا احط لي موظف يبقى هذا معاشك انت المهم روح بيتك حط راسك نام وريح عمرك اما لما اروح قطاع خاص اقرب مثال بنوك تشتغل اقرب مثال بنوك نشوف المدراء والسوبرفايزر والامور هذه اغلب اللي يوصلون مو عن طريق وسطات وان كان فيه فهي حالات جدا نادره ليش؟ انه بالنهايه هو يبي مردود مالي صحيح الانسان يبدا يكون حتى التلفزيون يصعد حتى الحين المجال اللي انت فيه ممكن باكر الحين انت عندكم بقناه الشاهد ممكن تبي شفت ان عندك قدرات انك تصير مخرج ممكن تصير مخرج صح عندك المجال انك تنوع بقدراتك القطاع الحكومي يعدم هذا الموضوع يعني لكن صح. انت بالخاص تصير انت عندك اكسبيرينس وتنمي وتكون قوي احنا دائما نقول بالموضوع هذا عندنا مذيعه مريم موجه لها تحيه الحين اذا ما راح تقدر تجي لنا هالفتره لانها بتسافر هي ترى مذيعه ويانا صارت هي معدتنا ترى من غير واسطه قاعد تدرس اخراج وقاعد تدرس اخراج يعني ان شاء الله بعد شهر 6 تصير مخرجه باربع اشهر بسنه يعني مو اربع اشهر بسنه من شهر 3 قول بس وين ماكو واسطه ترى وش كاج قدام عيوننا زياده قاعد تبدا جابر الزياده اي زياده شايفها عادله؟ اي زياده؟ الزياده طبعا لو رحنا حق القطاع الحكومي ماكو زادوا كوادرهم ورواتبهم وشي لو خذينا احنا الحين من اللي بيزيدنا؟ دعم العماله صح انزين دعم العماله لا على الدبلوم يقولك 385 او شيء كذي ما في زياده رح نسالنا من 100 الى 200 دينار زين هذا اللي قالوه الحين صح. من 100 الى 200 دينار وبالقطاع الحكومي بيزيدونهم من 30 الى 50% ايش رايك وانا قاعد اداوم هني اكثر صح هي اكيد ما قاعد اشتغل يعني قاعد احلل نرفض مبدا الزياده العشوائيه موظفين يضربون ازيدهم هذه احنا يعني وصلنا لمرحلة أن ما نبي نسميها غباء لكن قمة في العشوائية يبون يسكتون إيه خلاص أنا إيه اللي يطلع لي ممثل دولة يقول لا لو النفط يضربون مرة ثانية راح أرد أزيدهم عقلك وين بالضبط لا فالمشكلة قاعد يعني عنيها أوكي فعلا الشعب إذا محتاج زيادة رواتب زيد ما في مشاكل لكن زيد أعطون طريقة زيد بعدل أعطي كل ذي حق حقه بالضبط باختصار يعني القطاع الخاص فعلا قاعد يتعب اكثر من القطاع الحكومي لكن خلينا ناخذها نسبه وتناسب ينجز ترى اكثر القطاع الخاص ينجز اكثر لكن القطاع الخاص راح يوصل اكثر من الحكومي صح؟ معنا المفروض الحكومي يصعد لان انا اقول شغله لان ميزانيه مفتوحه بالحكومه نواف الخاص انت كبوزيشن انت تطور نفسك انت كل ما تشتغل كل ما انت توصل لكن انت مو بس انا حمود إيه؟ على مستوى الديره بعدين انت مو بس ترى الدكتور نفس المذيع نفس المهندس بس مو تستهلك هنا كلنا واحد انت تصير برا تروح تطور نفسك اكثر الناس تجي تطلبك بالاسم لكن انت هني بالكويت لما تكون انت بقطاع حكومي نفس ما قلنا قاعد حاط لي شباتي
ودرابيلك وشايف وقاعد ومتكي بالمكتب فول فول حمود والفول طبعا لا تنسون ربعنا زين فيعني انسى يعني يقول لك انا ايش قاعد اسوي قاعد وحبه وهذا ما قاعد يشتغل واذا قالوا له في زياده وربك لا والله لا بزياده خلاص ويطلع المظاهرات لا يقول لك خلاص على المباشر بيدق الكرت من الساعه 6 واطلع الساعه 7 زين زين الحين خلنط معاك الحين على سالفه السياحه بالكويت هو